مساء الفل، انا علياء طلعت، جسيمة علياء، والنهارده هتكلم عن روايه تم تحويلها الى فيلم سينمائي، وهي روايه الحياه الخفيه لايوريدس جوزامو، ونشوف ازاي اتنقلت من الروايه للافلام. احنا زي ما اتكلمنا قبل كده، وانا اتكلمت في مقالات برضو عن الموضوع دوت، الاقتباس الادبي من عمل روائي او قصه قصيره الى عمل سينمائي، ده فيه بيحصل تداخلات كتير جدا، وان مش لازم او المفروض ان يكون الاقتباس امين او تام للعمل، لكن في نفس الوقت احنا ساعات بيحس القارئ بالغضب لما يشوف روايه قراها قبل كده على الشاشه متقدمه بشكل مش كويس، او مش متقدمه بشكل بيوافق خياله، خاصه لما بيكون العمل السينمائي نفسه ما بياخدش او يعني مش بيخون ما بياخدش روح العمل الروائي. يعني احنا بنتكلم عن مثلا زي روايه ذا شاينينج لما اتحولت لفيلم، احنا بنشوف هنا ان الروايه نفسها كانت بتقول كلام وكانت بتتكلم عن دواخل الشخصيات بشكل معين، في حين ان الفيلم اختار ان هو يقدمها بشكل مختلف. فساعات كتير غضب القارئ ان هو اللي حاول يتخيله مش قادر يشوفه بالشكل اللي هو عايزه على الشاشه. طب احنا هنا بقى بتكلم النهارده عن ايه؟ بتكلم عن روايه، الروايه متقدمه على الشاشه بشكل مختلف تماما، يعني غير ان الاحداث متغيره من الروايه الى الفيلم، لكن كمان الكور بتاع الروايه مش هو الكور بتاع الفيلم، يعني اللي عايز يقول البلوت النهائيه بتاعت الروايه مش هي اللي عايز يقولها الفيلم، لكن في نفس الوقت الروايه حلوه جدا والفيلم حلو جدا. طب ده حصل ازاي؟ هبدا اتكلم الاول عن الروايه الحياه الخفيه لايوريدس جوزامو، تاليف مارتا باتاليا، وكان اصدار 2016 دار الادب. انا جبتها من تقريبا في معرض الكتاب اللي فات وقريتها من وقتها، بس للاسف ما جاتش فرصه ان انا اعمل عنها الحلقه لغايه النهارده. الروايه دي بتدور احداثها في الخمسينيات في امريكا الجنوبيه، بنتعرف على ايوريدس وبنتعرف كمان على اختها، والاثنين بيتحطوا في مأزق او مشكله لما الاخت واحده منهم قررت ان هي تسيب العيله وانها تجري ورا الحب، لكن الحب دوت بيلاقي الفشل، وفي نفس الوقت هي العيله ما بتتقبلهاش تاني لما بترجع. وفي نفس الوقت دوت احنا بنركز بصوره اكبر مش على الاخت اللي هربت، بنركز على ايوريدس اللي هي اللي عاشت حياه المراه في الطبقه الوسطى في البلد دي في الوقت دوت في الخمسينيات. احنا بنتبع قصه حياه ايوريدس وازاي هي بتحاول دايما انها تظهر الحاجه اللي عندها المختلفه عن النساء بتاعه طبقتها. ايوريدس عندها موهبه، عندها طاقه، عندها قوه، عندها قدره، لكن في نفس الوقت المجتمع بتاعها، جوزها، كل التقاليد اللي بتقوم عليها الطبقه بتاعتها بتقول ان ما ينفعش الست يبقى عندها لا طاقه ولا قدره ولا موهبه اكتر من بقيه السيدات اللي في المعمر دوت وفي الطبقه دي. وبالتالي احنا هنا بنتابع زي ما قلت رحله ايوريدس، ان رحلتها في البحث عن الذات، رحلتها في انها بتحاول تطلع الطاقه دي بشكل ما، حتى لو كانت عن طريق ان هي بتعمل كتاب لوصفات الطبخ اللي فيه كل الوصفات الطبخ اللي ممكن تتعلمها وتحط كمان لمستها، وفي نفس الوقت لما بتتم الكتاب دوت الكتاب ده بتحس انه ملوش اي اهميه، وبتجرب مره ورا الثانيه ورا الثالثه في نفس الوقت اللي اختها بتظهر فيه وبترجع لحياتها. لكن في الروايه احنا هنا الاخت ملهاش اهميه كبيره اكتر من انها جزء من حياه ايريز، لكن الروايه البلوت بتاعتها القصه بتاعتها تهتم بحياة ايوريدس اللي هي مثال على سيدات كتير في الطبقة الوسطى في الخمسينيات، سواء في امريكا الجنوبية او حتى في بلاد اخرى، حتى احنا بنتكلم عن بلاد زي امريكا اللي كانت المرأة فيها ما عندهاش القدرة ان هي تظهر كل امكانياتها، لان كل امكانياتها ما كانتش مطلوبة، وبالتالي لما كانت عندها امكانيات اكتر من امكانيات المرأة العادية كان بيتم التعامل معها بتجاهل على الاقل. دي النقطة اللي انا هتكلم عنها في المقارنة بينها وبين الفيلم. فيلم الحياة الخفية او Invisible Life اتعرض السنة اللي فات في مهرجان كان السينمائي في Uncensored Regard، وتعرض بعد كده في مهرجان الجونة لما انا شفته. الفيلم حصل على الجائزة الكبرى في Uncensored Regard، وكان حصل على نقد ايجابي جدا من ناس كتير جدا. انا شخصيا كنت معجبه بالفيلم تماما، معجبه خاصه بالتصوير بتاعه، معجبه بالموسيقى التصويريه، معجبه بالتمثيل، معجبه بالملابس والديكورات. الفيلم قدم لنا امريكا الجنوبيه والبرازيل بالذات في فتره الخمسينيات بشكل جميل وخيالي، لكن برضو الفيلم مختلف تماما عن الروايه اللي اقتبس منها. زي ما قلت الفيلم كان عمل متكامل وكان عمل جميل جدا، وبعتبره من افضل الافلام اللي اتقدمت في 2019، وبرشحه ليكم انكم تتفرجوا عليه. لكن هل الفيلم كان زي الروايه؟
بصراحة الفيلم كان مختلف تماما عن الرواية. زي ما قلت الرواية كانت بتهتم ان حياة ايريديس والرحلة اللي هي كانت بتاخدها علشان خاطر تثبت للعالم وتثبت لنفسها كمان ان هي شخص مختلف عشان تقدر تعبر عن كامل طاقتها وقدراتها. لكن الرواية الفيلم كان بيتكلم عن حاجة مختلفة. الفيلم اختار لاين جانبي في الرواية اللي هو العلاقة بين ايريديس واختها وازاي الاخت دي خرجت بره نطاق العيلة وتمردت على العيلة ولما رجعت تاني العيلة ما تقبلتهاش. وبالتالي الاختين فضلوا طول عمرهم يدوروا على بعض. رحلة البحث على الاختين اللي على بعضهم البعض هنا هي الكور بتاع الفيلم، هنا هي البلوت الاساسية بتاعت الفيلم. وبالتالي احنا بنتكلم عن جانب اخر من الرواية تم تأويله في الفيلم، والجانب دوت برضه ممكن نرجعه للكور بتاع الرواية. بمعنى ايه؟ احنا هنا صحيح في الفيلم بنتكلم طول الوقت عن العلاقة بين الاختين وازاي العلاقة دي انفصمت بسبب التقاليد والاجتماعية اللي افرضها الاب والزوج على ايوريدس، بس برضه في نفس الوقت بنتكلم ان كان في تقاليد اجتماعية هي دي اللي سببت فصم العلاقة. يعني احنا برضه بنرجع لنفس النقطة ان في تقاليد بتاعت الطبقة الوسطى في امريكا الجنوبية واللي كانت سائدة برضه في العالم كله كانت هي سبب تأثير سيء على حياة نساء هذه الفترة. الشخصية اللي ممكن نتتبعها في الرواية والفيلم ونفسها ازاي اختلفت في الرواية والفيلم وازاي تم قراءة وتأويل الرواية في الفيلم السينمائي هي شخصية ايوريدس او الشخصية الرئيسية او اللي اسمها حتى مكتوب على الرواية. ايوريدس الرواية زي ما انا قلت هي شخصية من الطبقة الوسطى عندها موهبة او عندها قدرة، وحتى القدرة دي هي مش قادرة توصفها بالظبط، هي بس مش قادرة ان هي تكون شخص عادي، مش قادرة تتقبل حياتها كزوجة وكأم فقط. ازمتها الحقيقية ان هي مش عارفة تحط نفسها جوه الصندوق اللي المجتمع حاططها فيه، مش قادرة تتقبل كمان ان جوزها بيعملها كواحدة زي اي واحدة من الطبقة بتاعتها. ايريديس الفيلم كان هدفها ان هي تلاقي اختها، وفي نفس الوقت كان عندها هدف جانبي ان هي تبقى تبرز في الموهبة بتاعتها واللي هي العزف على البيانو، لكن الاختها كانت هي مجرد رمز للتقاليد بتاعت العيلة اللي خلتها ما تقدرش تكمل في حياتها اللي عايزة تكملها. طيب ايريديس الفيلم عملت ايه؟ ايريديس الفيلم تم قهرها، ما حصل لهاش زي ايريديس الرواية اللي حتى لغاية النهاية كانت بتحارب وكانت بتحط لمستها اللي احنا نكتشفها بعد كده في الرواية. لكن في ايريديس الفيلم هي تم قهرها لغاية اخر. في النهاية الهدف من الفيديو ان انا اتكلم عن رواية جميلة جدا جدا، رواية ممكن اعتبرها رواية نسوية، وفي نفس الوقت هي رواية مكتوبة بشكل سلس وبسيط مع ترجمة حلوة فعلا فعلا من صفاء جبران. وكمان بتكلم عن فيلم مسلي جدا رائع جدا من افضل افلام 2019، انصحكم ان تشوفوه. والاهم اني بتكلم عن نوع من الاقتباس الادبي بيحصل فيه تغييرات كبيره جدا في العمل الادبي من الروايه الى الشاشه، وفي نفس الوقت التغييرات دي قدمت لنا فيلم مختلف ومميز. كده اكون خلصت حلقه النهارده. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه.